السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل لاباس، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم ان شاء الله حنديروا فيديو على السياقه في مفترق الطرق، كيفيه الدوران الى اليمين وكيفيه الدوران الى اليسار. هذا الفيديو درته ديجا العام اللي فات في الشتاء، وكاين بزاف اللي لقيت عليه تعليقات ما فهموش يعني الفيديو، ما فهموش واش راني نقول لهم. اليوم حبيت نعاود نوريه لكم بالتفصيل، يعني واش ما بان لكمش في الفيديو السابق عاودته لكم في هذا الفيديو، وشوفوا تاني كاين كيفاش نجوزو دودانا، كيفاش نشدو المسلك ديالنا. نقولكم قعدوا معايا لاخر الفيديو ان شاء الله تقدروا نفهمكم. كما قلت لكم في التطبيقين، شوفوا نبداو نديماريو. بسم الله، الحاجه الاولى كما قلت لكم لومبريي، نديرو السرعه الاولى، نهبط الاشاره تاعي. هنا دائما انا راني في الديماغاج نطيح في طلعه ديماغاج، كنت نهبط الاشاره تاعي، نشوف في المراه الجانبيه ديالي، نشوف اذا ما كاين حتى السياره. هنايا ديماغاج كنت اني نعس بالفران، والفران اللي حاطه لجيبك يعني عاده نحطو الجعفر، يعني هنا دوك ما منحي الجعفره ما ترجعش لور، باسكو الفران تاعي راه طالع. كي نشوف ما كاين حتى واحد، نطلق لومبرياج نص، ناكسيليري شويه ونهبط فخامه ديالي. هذا ديماراج في عقبه بالمكبح اليدوي. اخي قلت لكم كاين زوج انواع تاع ديماراج اونكور درناهم اليوم، ماشي ديماراج اليوم، ماشي درس تاع ديماراج اونكور. يعني اليوم درنا قلت لكم كيفاش نستعملوا كيفاش ندورو، كيفاش نستعملوا المقود تاعنا عند الدوران، وقتاش ندورو يعني وقتاش نديرو هذيك الدوره كامله تاع الفولون ديالنا. دوك هذيك هنايا راني مشيت نحي جيم لاكسيليغاتور نومبري، ندير السرعه الثانيه، نطلق لومبرياج ونرجع لاكسيليغاتور غير بالعقل، نرجع لاكسيليغاتور غير بالعقل. كما قلت لكم في ديماراج غير توصلكم تفوت لكم 15، ماشي لازم قبل ما توصلكم 20 تديروا السرعه الثانيه، يعني ما تقعدوش السرعه الاولى نديماريو بها فقط. هنايا شوفوا انا حنطلع الاشاره تاعي، حندور هنا ما كانش حافه، ما كانش حافه راسي باش نوري لكم. نقص شويه بالفران برك وندور بالسرعه الثانيه، لخاطر ما كاين والو قبلي، نشوف اي حاجه نتوقف، ما كاين والو. عسيت برك حطيت رجلي على لومبرياج، اونسي جامي هذاك السيد ما يقطعش الطريق، يعني هو كان ديجا قطع، اونسي جامي ما يقطعش الطريق نومبري ديال بريمير الى عاود، يعني غير كيما نقولوا الراجلين ما نقدروش نعرفوا واش راهم حابين. السياره يقدر يشعل الاشاره تعرفي بلي راح دور على اليسار ولا على اليمين، مي بصح الراجلين لا ما نقدروش نعرفوا اسكو راح يدور ولا، يعني نعسوا روحنا معاهم. اونسي جامي يقطع يعاود يولي، ولا ندور غير بالعقل فولون تاعي جامي. كيما قلت لكم نضربوا هنايا، نشوف مطب يعني دودانا كل واحد كيفاش يعيط لها، نعيطوا لها الدودانات يعني نشوفوها. نقص انا نقعد بالسرعه الثانيه، هنايا رجعت اكسيليريت شتها السياره تاعي فاتت لي 30 قريب 40، نحي جيم لاكسيليغاتور نومبري ندير السرعه الثالثه، نطلق لومبرياج نرجع لاكسيليغاتور. دائما راني نحيت نرجع على لاكسيليغاتور باش ما باش نومبري، جامي لومبرياج ولاكسيليغاتور تخليو رجلكم على لاكسيليغاتور وتومبريو. يا اخي قلتها لكم شحال من مره باللي لومبرياج مع لاكسيليغاتور ما يتلاقاوش غير في الانطلاق وبالتفارق برك. هنايا شفت دودانا نقص بالفران نومبري نرجعها للسرعه الثانيه، نطلق لومبرياج نرجع لاكسيليغاتور غير بالعقل. كيما على بالكم قلت لكم بزاف فيديوهات باش ما نوقعوش في التكرار، قلت لكم باللي دودانات كاين سيارات اللي لازم نديروهم بالسرعه الاولى، وكاين دودانات اللي لازم السرعه الاولى. كيما هنايا تكون دودانا يعني عريضه كيما نقولوا حنا حنينه، تكون مصبطه، هذيك اللي نديروها بالسرعه الثانيه. ما دوك الدودانات نقولوا انا مسومات يجوا رقاق وعاليين، هذوك لو كان ما ديريش السرعه الاولى تقدر تخبط لك السياره ديالك. كاين دودانه اللي تكون عريضه، يعني هذيك اللي نديروها بالسرعه الثانيه، وكاين دودانات اللي يجوا رقاق هكذايا ونشوفيها بلي رقيقه وعاليه، هذيك اللي ديريها بالسرعه الاولى وعلى حساب سيارتك. كاين لي كل دودانا يديرو السرعة الأولى، وهاديك نورمال تحسب صحيحة، يعني بالعكس مليح قد يعني لي كل دودانا يدير السرعة الأولى، يعني هادي اللي مليحة في السوكان سورتو مبتدئين. هنا عندي ستوب تاعي، هنا نتوقف لازم كامل، نقص بالفران، سبقت في الفران بيسك راني بالسرعة الثانية، كي يكون نسبقو بالفران نلحق الستوب نومبري، ندير السرعة الأولى. راكم كاين زاوية قائمة، هاديك الزاوية القائمة شوفو هنا أنا فونسي شوية، الزاوية القائمة تاع تخطوار هذيك الحافة تاعو تما، أنا نخرج كي تجيني الزاوية القائمة في المنتصف تاع الكارو ديالي هذايا ندور كلش. كي نشوف الطونوبيل رجعت لي قبالة نرجع الفولون تاعي كامل،
ونمشي نمشي عادي، نطلق لومبرياج نرجع لاكسيليراتور، كي نشوف ما كاين والو نحجي من لاكسيليراتور نومبري نرجعها السرعه الثانيه. في الدرس هذاك اللي سبق اللي درته لكم يعني ما وريت لكمش، وريته لكم بصوره، مي بزاف اللي عاودوا دائما يعني كل يوم ندخل للقناه ديالي نلقى تعليقات على هذيك حياه كيفاش كي ماركتي ستوب، كيفاش درتي بقتاش دورنا الفولون كامل، وشنو هي الزاويه القائمه تاع الرصيف. يعني دوك هنا راني وريت لكم، ونخلي لكم هذاك الفيديو في الرابط تاع يعني نخلي لكم الرابط تاع الفيديو في التعليق المثبت باش تعاودوا تدخلوا ليه وتفهموني واش قلت. اليوم درت لكم كلي مراجعه فقط لهذاك الدرس، كاين بزاف لي ديمونداوه، وانا قلت مادام نعرف حاجه مانيش حنبخلكم بها، يعني الحاجه اللي نعرفها نعلمها لكم ما فيها والو. هنايا نشوف دودان نقص بالفرامبرك، ما نخليش السياره تاع العداد تاعي ما خليش يلحق العشاء، يلحق العشاء نحيجي من الفران. اذا شفت نقصت بالفران والسيارات اللي قبلي توقف، يعني السياره اللي قبلي كانت سياره قبلي توقفت، تما نلحق لي العداد تاعي العشاء نوبريكي ندير السرعه الاولى. يعني تما هنا يشوفوا انا كي نقص بالفرا ما خلي العداد تاعي يلحق لي العشرة نطلق الفرا، ما عندي والو قبلي يلحق لي العشرة هكذايا نطلق الفرا، نطلق الفرا ونبدأ انا دوكا راني في هبطه، يعني طلقت الفرا خليت رجع ليه، واذا ما كانتش فيه هبطه نرجع لاكسيليغاتور غير بالعقل. هنايا راني يعني بالسرعه الثانيه، هنايا ثاني كنعاود نفريني نشوف العدد تاعي لحق لي العشرة نطلق الفرا نرجع لاكسيليغاتور. هذا الدرس درته لكم يعني دوك هذيك اليوم كلي فيه نجاوب على الاسئله تاعكم. الدرس تاع اليوم فيه وشنو كيفاش الدوران والدودانات، بزاف بزاف دائما يسقسوا على الدودانات، يعني دائما يقولوا دوك هنايا شنو نعاودوا ندورو، كاين الهيها راكم تشوفوا كاين ستوب، نشوفوا الراجلين نقصوا بالفرا. هنايا كيما قلت لكم تشوفوا كيفاش نعرفوا بلي رانا شادين طريق تاعنا، ما راناش رانا في حقنا. بزاف اللي ما يعرفوش اسكو راه في حقهم الا هذيك الخطوه، وهاوليك المنتصف تاع الباريز شوفوا مع هذا النص تاع المراه هذه وتهبطوا هاي ليك يجينا الخطوه معاه. هنا تحطوا حاجه كيما حطيت لكم ديك نهار لاكارت، مادامني انا هنايا صافي راني في في حقي، يعني ما رانيش في حق الناس، هذا هو اللي ما عرفوش بزاف. نورمال كاين اللي يحطوا كارطه، كاين اللي يديروا سهم، كاين اللي يديروا بالفاسور هذاك. هنا شوفوا عندي ستوب نقص بالفران هو الاول نوبري ندير السرعه الاولى، هاي ليك الحافه تاع الرصيف هذه نطلع الاشاره تاعي ندور، هاي ليك كي نلحق له هنا في الوسط تاع الكارو تاعي ندور، هاي ليك دورت دوره كامله ومن بعد كنرجع زوج دورات، دورت دوره كامله خرجت كي وصل لي هنايا. دوك نعاودوه لكم هنايا في هذا دوك هاديك هاي ليك هنايا نطلع الاشاره تاعي بلي حندور، راني بالسرعه الاولى قعدت بالسرعه الاولى باش دور. هنا شوفوا هاي ليك الحرفه تاع الرصيف ندور كلش، ندور كلش، هاي ليك دورت كلش ومن بعدك رجعت زوج دورات هنا باش نشوف روحي قباله. دوك هاديك حنا حندورو تانيك على اليسار كيما شتو قلت لكم، يكون تكون الحافه الاخرى تاع السيار كيما هذه ماشي طريق تدي وتجيب، هنا راهي طريق تدي برك يعني اللي راهم ما كانش سانتيردي من هنا. هنا شوف الطون هذه الطريق اللي راهم جاي على كتفي، يعني هنا السياره هذه اللي متوقفه تجيني مع كتفي وندور. هنا ما نقدرش ندور دوره كامله على خاطر سيارات متوقفين، لو كان دور دوره كامله سياره لي زمان في ستوب كي تسجلوا ستوب تاعكم تكونوا خارجين من ستوب كي تدوروا دوره كامله تقدروا يعني يكونوا طوموبيلات مقاريين. هنا توقف كامل يقطعوا، نعاود نطلق الفران نطلق لومبرياج غير بالعقل وناكسيليري شويه برك نشوف ما كاين والو، نحجي من اكسيليغاتور نوبري وندير دوزيام. قلت لكم هنايا كاين ما تقدروش تدوروا على خاطر الطوموبيل كي يكونوا مقاريين يجيني بكم. هنا تاني شوفوا اني ندور كي يجوني هذو السيارات اللي انا حابه ندور معاهم يجوني في كتفي ندور غير بالعقل، راني منقصه غير بالفرا ما درتش السرعه الاولى لخاطر على بالي هذه طريق تدي برك ما تجيبش، يعني الطريق هذه نعرفها بلي راهي تدي برك. هنايا شوفوا الماركي ستوب تاعي، دوك نعاود نشرح لكم كيفاش الزاويه القائمه تاع الخطوه، هاي ليك نقص بالفرا نوبري نرجعها السرعه الاولى طلع الاشاره تاعي باش يعرفوا، ونخرج حتى تجيني الزاويه القائمه هنا ندور الفولون تاعي كامل حتى تغلق الفولون. وما كاينش في الطوموبيل تاعي جات لي قباله، هنايا هاي ليك رجعتها رجعت زوج دورات، هي في الحقيقه دوره ونصف
مي بصح هنايا يعني كامل كنعلمو نقولو زوج دورات هنايا دوكاتيك. انايا ندير الرونبوان ديالي نعاود نوري باش ندير لكم دوران الى اليسار، درنا الدوران دوكاتيك الى اليمين، نقص بالفران اولويه ماشي ليا اني بسرعه الاولى نهبط الاشاره تاعي ندير رونبوان. كي نشوف رونبوان صغيره ولا رونبوان فيها يعني شرطه ولا رونبوان فيها سيركيلاسيون درها بسرعه الاولى، كي نشوف ما كاين والو تما اللي ندير بالسرعه الثانيه نعاود نديماري نرجع لاكسيليغاتور غير بالعقل نشوف ما كاين والو ندير السرعه الثانيه نمشي بالعقل هكذا بالسرعه الثانيه نمشي وغير بالعقل. هنا سقطو في الدورات الدوريه يا ربي ما با 15 20 في سرعه تاعك في هنايا راني حندور على اليمين طلع الاشاره تاعي وندور ندور ندير السرعه الاولى هاليك ندور كلش حتى تتغلق الفولون تاعي ومن بعدك نرجع زوج دورات هنا نسقمها نرجع زوج دورات هاليك نرجع لاكسيليغاتور نشوف ما كاين ما كاين والو انا بالي يحبس في الطوموبيلات هذا يا هو ويهضر نشوف ما كاين والو نوبري ندير السرعه الثانيه شفت كاين دودانه نقص بالفران برك نحرجي من الفران نعاود نرجع لاكسيليغاتور مانيش نشوفو لاكسيليغاتور نشوف هنا بطا لاكسيليغاتور نقص بالفران هنايا لاكسيلي نقص بالفران هنا لاكسيليغاتور راني نرجع رجلي نحطها برك ما رانيش ناكسيليري هنايا نقص بالفران ما على باليش واش كاين هذايا راح يولي مارشاليا نوبري وندير السرعه الاولى تاعي وراني متوقفه نوبري ونفريني نشوف اطفى دوك هذيك الاضواء تاع المارشاليا ديالو ما على باليش باقي الحيقاري ولا نتهبط الاشاره تاعي باش لي مورايا يعرف وين راني رايحه هنا باش حندور على اليسار وطريق تدي وتجيب يعني السيارات هادو اللي يكونوا جايين كيجوني على كتفي باش ندور كلش ندور ومن بعدك نرجع الفولون تاعي يعني السيارات اللي يكونوا جايين يجوني على كتفي يعني يجوني اللي راهم السيارات هذه طريق تدي وتجيب كي نلحق البلاصه تاع السيارات اللي جايين يجوني مع كتفي كيما الزاويه القائمه كان الزاويه الزاويه الحافه تاع الطريق ماهيش زاويه قائمه انا قلت لكم برك بلي زاويه قائمه الحافه تاع الطريق كتجيني في المنتصف تاع الكارو تما راني ندور دوكاتك هنايا كي نشوفوا اللي جايين هنايا باش انا تاني هنا ندور راني بسرعه الاولى ناكسيليري بالعقل برك نشوف ما كاين والو نحرجي من لاكسيليغاتور دوك نعاود نفهمكم هنايا هنايا الطريق مكسره ما ناكسيليريش بزاف راني حاطه رجلي برك توشي شويه الفران برك نعاود نرجع ناكسيليري هنايا عندي قف نسجل ستوب تاعي هذه هي السياقه تاع مفترق الطرق ماشي حاجه عندي ستوب هنا ان شاء الله ما يكونش كاين الغاشي باش نفهمكم كيفاش الدوران الى اليسار هنا عندي قف نوبري ونفريني ما نسجلوش القف تاعنا فوق ممر راجلين ومن بعدك نعاودو نديماري وبالعقل برك نتوقف قبل ممر راجلين نخرج هنا شوفوا وقتاش ندور نخرج بالفولون تاعي قباله دوك نخليهم يجوزوا باش راك تشوفوا هادو السيارات اللي راهم جايين كيجوني مع كتفي صافي نخرج هكذا نخرج نشوف كيجوني مع كتفي باش ندور باش هنا نعرف بلي راني طريق هايليك ندور كي نشوف الطوموبيل تاعي جات لي قباله نرجع فهمتوا كيفاش هادو السيارات اللي جايين جاوني مع كتفي باش ندور يعني خرجت قباله باش دورت ماشي كاين كي ماركي ستوب تاعهم وراهي رايحه على اليسار وطريق تدي وتجيب دور ومن بعد في الطريق تخرج مع هادو ما تخرج مع اللي راهم جايين جو تخرج ماشي في طريقها تخرج على خاطر علاش دورت الفولون ديالها قبل ما تخرج هي راكي رايحه لطريق الاخرى يعني الطرق اللي من هي ماشي اللي راهي جايه تما خرجي حتى يجوك هادو السيارات اليوم جايين يجوك مع الكارو تاعك يعني في المنتصف تاع الكارو تاعك كيما استعملنا يجوك مع الكارو تاعك يعني مع كتفك تما اللي يعني تما اللي تدوري الفولون تاعك والتدوار تاع الفولون قلت لكم اذا ما كانش سيارات مقاريين ندورو الفولون تاعنا حتى تغرق يعني حتى ندوروها كامل واذا كانوا سيارات مقاريين رانا نقصوا شويه يعني ندورو دوره كامله ونزيدو شويه برك نخلو الناس يقطعوا ومن بعديك نطلقوا نعاودو نديماريو ناكسيليرو ان شاء الله نقول لكم انا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وان شاء الله نكون قدرت نفهمكم هذا هو تاع اللي دائما نلقى عليه تعليقات وعدتكم باللي ان شاء الله في فيديو اخر راني رايحه دائما نقولهم يعني راح نعاود هذاك الفيديو لخاطر بزاف اللي ما عرفوش واش كان قصدي في هذاك الحافه تاع الرصيف يعني على بها عاودتوا هذا الفيديو نقول لكم نخلي لكم الرابط تاع الفيديو القديم في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت
واني عاودته لكم كيما طلبتوه. يعني دائما نلقى هذا الفيديو عليه تعليقات، ونشكركم على التعليقات ودعاوي الخير اللي راكم تخلوهم لي كامل في كومونتير، والله غير كي ندخل لقناتي ونلقى هذوك لي كومونتير يفرحوني. وعلى بالكم لي كومونتير كامل اللي راني نقراهم، يعني ما كانش تعليق ما رانيش نقراه، كامل لي كومونتير راني نقراهم. برك ما نقدرش نجاوب، مستحيل عباك نلقى ساعات يدخلوني 100 200 تعليق في النهار، مستحيل نعاود نقراهم نرجع لهم كامل. مي بصح كامل نلقى نقراهم، واي فيديو ما يكونش فيهم يكون عليه تعليقات بزاف نعاود نشرحه لكم، ونقول لكم تبقاو على خير في فيديو اخر ان شاء الله. نكملوا انا دوك نقاري هنا في فيديو اخر ان شاء الله نكمل لكم كامل واش راكم حابين واش خليتولي في لي كومونتير. سلام.